احنا بقى بنتكلم عن اللعيبه، فخلينا برضو نستمر في الموضوع ده او في هذا الحوار، ونروح مثلا للهجوم. عندنا بنتكلم عن محمد الشريف، بنتكلم عن طاهر، بنتكلم عن صلاح محسن. يعني هم برضو ادوا المره اللي فاتت او الماتش بتاع الذهاب، يعني ادوا فيه بشكل محترم جدا، حتى لو هنقول ان في كرات ضاعت، ولكن كان في تناسق وتناغم حلو جدا في الملعب. خليني اعرف من وجهه نظر حضرتك، كان بنتكلم دفاعيا بقى للاهلي طبعا، يعني الثلاثه هجوميا الثلاثه اللي هم فراوده بتوع النادي الاهلي كان لهم دور كبير جدا جدا في المباراه الذهاب من ناحية الدفاعيه. زي ما بقول لك، كان صلاح محسن وطاهر بينزلوا لنص الملعب، بيقفلوا حته نص الملعب عشان يعملوا اول خط دفاع بالنسبه للنادي الاهلي، وكانوا حريصين طبعا، لهم واجبات ان هم يوقفوا خطوره الاجناب بتاع الترجي، اللي هي يعني الاجناب بتاع الترجي كان فيها سرعه كمان، فيها سرعات، فكانوا الحقيقه لهم دور كبير قوي، اثر يمكن شويه على الواجبات الهجوميه، وده طبيعي جدا في مثل هذه المباراه اللي هي خارج الارض. اعتقد ان المباراه ان شاء الله اللي جايه هيبقى في ادوار بقى يعني بالنسبه لهم اكثر شويه هجوميه، ممكن يبقى الواجبات الدفاعيه قصيره، بس على لو هو هيلعب بالطريقه القديمه 4-2 دي، هتبقى الاثنين الديفندرات هم اللي لهم الواجب الدفاعي، عشان زي ما قلت قبل كده ان انت نازله بهجوم على الترجي من البدايه وفرض شخصيه في الناحيه الهجوميه ومحاوله لاقتناس هدف من البدايه، ده هيبقى بمثابه يعني زي ما احنا بنقول خلاص، يعني قتل الماتش، يقتل الطموحات والامال، وتقدري بقى، لان هي اي مدرب كبير بيقسم المباراه على اوقات معينه، مراحل معينه، فاعتقد ان شاء الله باذن الله يكون السبق لنادي الاهلي، وده هيفرق كتير قوي قوي معانا لو احنا احرزنا هدف في البدايه.